يعني هو الضابط من سالم وضابط تعقيب، ليش قتلته؟ قالوا احنا نطلبه 150 اطلبه 150 الف دينار. بهذه الكلمات الباردة بدأ القاتل روايته، وكأن المبلغ يبرر فعلته. كرار خرج كعادته ليلتقي بصديقه لتناول الفطور، غير مدرك إن ذلك اليوم سيشهد خيانته من قبل ثلاثة أصدقاء، أحدهم كان مقربا منه. جريمة صادمة اهتزت لها بغداد، راح ضحيتها شاب بريء بلا أي ذنب. خابر الصبحية تقريبا تو طالع الشمس، قال لك كرار نروح نتريق بمطعم، لأنها ثاني يوم هم اثنين يلتحقون. طلع عشار اخوه اجى، ابن عم الثاني الاصغر منه اجى، قال له ها كرار ورايح؟ قال له والله صديق فلان عازمنا على عيوك. قال له انا جايب صمون ومسوي عيوك بالبيت، خلينا نتريق. قال له لا زحمه، الولد واقف له عشار. اخوه طب الفرح، وكرار طلع للشارع اي تقريبا تو كاسر الجو اي. ف يقول مشيت انا شويه حركت بالسياره، سمعت طلقات، الشارع بيه بس كرار، لان بعدها يوم عطله، يوم سبت يوم عطله، يعني مو دوام حتى نقول بيه حركه. سمع طلقات، نازل يركض، لاقي كرار ممدد، وذول اثنين بينهم سلاح والثالث واقفون لهم ذي صح تمام، رموا عليه، رامي كرار بالقاع، اجى يركض على اخوه رموا عليه النوم. أهل كرار يعيشون حالة من الصدمة، فهم يعتقدون أن المسألة لا تتعلق بالمال، بل أن هناك سببا خفيا وراء الجريمة. القاتل ليس شخصا عاديا، فهو ابن ضابط في الدولة كما يقولون، وهذا يزيد من قلقهم من أن تستغل السلطة والنفوذ لتسويف القضية أو تغطية الحقيقة الكاملة. هم يطالبون بكشف كافة التفاصيل وعدم السماح لأي شخص بالتلاعب بمجرى التحقيقات. كأسباب بها ماكو بيناتهم هم، بس إذا أكو طرف ثالث يعترف به هو يعرف السبب، طرف ثالث. بس أنا أأمن لك من كل النواحي، من ناحية لا شرب لا سكر لا بنات لا طلب فلوس، أكو دافع ثاني مخفي لعرفه بس يوسف، منو اللي حرضه على كرار؟ بس هاي تكشف الأمور كلها. أنا طالب من خلالكم، أولا ضغط صاير على المركز، وهو برتبة لواء ركن، من يطب على المدير وإذا هو عقيد يقوم يتلقاه ويقعد مكانك، وضغط وباسط الضباط، فهذا كله ما يخدم. يسلم ابنه على عيننا وعلى رأسنا، يسلم ابنه بالدرجة الأولى، وإلا يا جرح البهادل ما يطيب لو بعد 50 سنة، لا يفكر عطوه ولا يفكر فصل ولا يفكر بهاي الأمور، سلم ابنه وانتهى الحكي. القضية التي انتشرت حول مبلغ صغير تحمل في طياتها أسرارا أكبر. الأمل الوحيد لأهل كرار هو أن يحاسب القتلة مهما كانت مناصبهم، لتغلق صفحة مؤلمة بحكم عادل يواسي قلوبهم المثقلة بالحزن. من بغداد، علي عبد الكريم، قناة الفلوجة.